أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، رحب فيكم في حلقة جديدة ومتميزة ومتنوعة من برنامجكم اليومي برنامج سيدتي. أقدم لكم هذه الحلقة مع زميلتي أودي. أهلا وسهلا يا أودي. أهلا وسهلا فيك كريم، مساكم الله بكل خير مشاهدينا. أكيد رح نكون معاكم ساعتين عن الهواء بمواضيع متنوعة وضيوف مميزين. خلينا نشوف أبرز العناوين لحلقتنا لليوم. مؤسس مشاريع إلكترونية يحكي عن تجاربه الناجحة. سيدتي يطرح ملف عقوق الوالدين ويناقش أهم مسبباته. حكاية آلة القانون بفن وحرفية يرويها محمد باشماخ في سيدتي. سيدتي يناقش مقال رحلات القنص داخل بيئة العمل. البداية مع وزارة الصحة التي أعلنت أنها ستوحد جميع تطبيقاتها وخدماتها الصحية في تطبيق واحد وهو صحتي. تأتي هذه المبادرة بهدف تسهيل وتسريع احتياجات المرضى من خلال تطبيق واحد فقط. يعني إحنا بنقول إنه توكلنا وصحتي وكل شيء رح يكون مع بعض في تطبيق واحد، وهذا أكيد يسهل ويسرع كالعادة من أي مواعيد أو أي إجراءات أو حتى الجواز السفر الصحي وغيره، بيكون أسهل للوصول إليه بدل ما يكون في صحتي وتوكلنا وكذا. يعني مع أنه أنا أحس توكلنا غير بيكون ريم وصحتي غير، صحتي يتوقع للمواعيد الطبية الصحية المرضى، توكلنا اللي هي الإجراءات الحكومية راح تكون أكثر شيء، أني أنا أدخل محلات أو أطلع أو إذا سفر، عرفتي؟ مدري أنا كذا أشوفها يمكن تكون ممكن صحيح. طيب خلوني أطلع معكم في خبر جميل وداعم لتمكين المرأة. أقل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس تعيين الدكتورة فاطمة بنت عبد العزيز التواجري مساعد للرئيس العام للشؤون الصحية للشؤون النسائية في المسجد النبوي. أكيد نبارك للدكتورة فاطمة التواجري هذا التمكين وهذا المنصب، ولم يكن هذا القرار لو ما كانت الدكتورة فاطمة قد هذه المسؤولية وهذا المنصب، فأكيد هذا فخر لينا كسيدات سعوديات. وشكراً لهذا التمكين اللي بيكون في جميع القطاعات وجميع التخصصات، فهذا شيء جداً جميل اللي بنشوفه اليوم في بلدنا. طبعاً في هذا الخبر رح نستعرض لكم أيضاً مشاهدينا مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويدل على الكرم والأصالة، إذ قام مواطن بإهداء ناقتين لمواطنين أمريكيين خلال زيارتهما للسعودية تعبيراً عن تقديره واحتفائه بهما. إيش رأيكم؟ خلينا نشوف هذا المقطع مع بعض. أولاً حياكم الله المملكة العربية السعودية وفي بيتنا. ثاني شيء نشكر الله ونشكركم اللي استقبلتوا ثواب أثناء إقامته عندكم في أمريكا وقدرتوه، ويشكر الله ويشكركم، يقول الناس طيبين وعاشرونا معاشرة كويسة. We thank you guys for hosting our son back in the States in the best way possible. ولأجل غلاكم وتقديركم أغلى ما عندنا في المملكة العربية السعودية الجمل الإبل. Because we cherish you and we love you, the most expensive thing to our hearts and in the kingdom of Saudi Arabia is the camels. واحنا نقدم لضيوفنا اغلى ما عندنا اللي هي الابل، فلكم هذه الناقتين تقدير لكم وحق لكم، وبنهديها عن نفسي انا وابنائي وعن شعب المملكه العربيه السعوديه. These camels are gifted to you on behalf of them and the kingdom of Saudi Arabia. Yes. أنا كنت أتساءل يا ترى ما سبب هذا الإهداء، يعني هو بس كذا إهداء عشانهم أجانب؟ فأتري في سبب، وسبب مهم إنه ولدهم كان بيدرس في الخارج أو في أمريكا بمعنى أصح، وهم كانوا بيرعوه كانوا لطيفين في التعامل معاه، فكان هذا المقابل الجميل لرد الجميل، يعني إنه ما أجمل إنه نهدي حاجة من تراثنا ومن ثقافتنا في عمق تراثنا وثقافتنا، وأكيد الأجانب يقدروا هذا الشيء جدا. أكيد، بس أنا يعني والله العظيم من يوم شفت المقطع وأنا قاعدة أشوفه وأنا مبتسمة قاعدة أضحك ما أدري ليش، يعني عجبني الشيء اللي قاعد يصير، وبنفس الوقت قاعدة أفكر طب هم مش بيسوون بنياك؟
اي هذا السؤال اللي هذا يطرح نفسه بياخذونه ما ادري نتابع معاهم نشوف التفاصيل بعدين. خلوني اطلع معاكم في خبر انطلق من مدينه الاحساء مهرجان التمور بنسخه جديده ومختلفه، اذ قامت امانه الاحساء باقامه المهرجان في قلعه الاحساء التراثيه اللي انشئت مؤخرا بتصميم يحاكي تنوع التاريخ في المنطقه. وشارك في المهرجان مجموعة من الحرفيين اللي قدموا المأكولات الحساوية ومنتجات تمرية جديدة مثل التمور من ذهب وعطور تمرية وأدوات تجميلية بالتمر وكعك تمري وغيرها من المنتجات. خلونا نتابع جانب من المهرجان مع زميلي حسين الحمدان في التقرير التالي. المهرجان يقع في قلعة أمانة الأحساء تراثية، يقع على مساحة 13,000 متر مربع. قسم المهرجان إلى عدة أقسام، منها خيمة تسوق التمور المصنعة، ويقع فيها أكثر من 52 مصنع متخصص للصناعات التحويلية. ولله الحمد من السنوات الماضية خلال تجاربنا في المهرجانات السابقة وصلنا إلى مستوى عالي من ناحية الصناعات التحويلية، وكثير من المحلات الآن أبدعت في الصناعات التحويلية، منها نواة التمر ولا سواء الصناعة التجميلية، وكثير من الصناعات اللي موجودة احنا نفتخر فيها. الإضافة الأخرى اللي هو سوق الحرفيين، السوق القرية التراثية بالأصح، هو متخصص للمحلات الحرف اليدوية والأسر المنتجة، والجانب الآخر اللي هو المنطقة مخصصة للمطاعم، بالإضافة إلى مسرح الفعاليات يستحوي الفعاليات وهواة المبدعين وحابين يقدمون إبداعاتهم في أرض الواقع. بال من دول الخليج، لا سيما ان الاحساء تعتبر نقطه افتراق ومطله على دول الخليج. نشاهد الاخوان من قطر والبحرين والكويت وايضا من عمان والامارات، حتى اتوا عندنا يعني رجال اعمال يتعاقدون مع تجار التمور لدينا هنا في توريد العديد من منتجات التمور، وخاصه ما هو الجديد والمبتكر لهذا العام. بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله اشتركت في المهرجان مرتين، هذه المرة الثالثة لي مشاركة. طبعا تميزت أنا بالسفسيف اللي هو تمر زيز، نضيف له اللي هو الدبس والسمسم الحساوي والحلوى الحساوية ورشة الزنجبيل أو على حسب الرغبة، حتى الحلوى المطحونة الحساوية نحطها فوق إضافة. والحمد لله يعني التجربة كانت جدا حلوة ورائعة، وحبيت التجربة جدا جدا حبيتها يعني، وماشي الحمد لله الطلب على التمر الحمد لله. الآن تطورت مع التطور الزمني، صار فيه بسكوت بالتمر ونسميه معمول، فيه مراصيع نستخدم فيه دبس التمر، فيه بعد الآن لاتيه بالتمر، قهوة لاتيه بالتمر، وكانت مشاركات جميلة، والرواد اللي يجون عندنا بالعكس اكتشفوا في أشياء جميلة بخصوص منتجات التمور. هذه القلعة السياحية الجديدة ولأول مرة يصير فيه هذا مهرجان التمور، جدا جدا جذب سواح كثير ورائع رائع رائع جدا، ونجح أنا بالنسبة لي نجاح 100% من جذب السواح والطلبات والإقبال عليه من قبل ما يفتح. تشوف السراء بالهبل، أحيانا يوصلون في اليوم 15,000 زائر. في
في آخر أخبارنا اليوم، جريمة في حق الإنسانية قام بها قيادي حوثي من محافظة دمار اليمنية المدعو جمال الكبسي، إذ قام بقتل 8 أفراد من أسرته والمكونة من والدته وزوجته وأربعة أطفال وشقيقه وزوجة والده. وأرعى متابعون ذلك نتيجة تعاطي المخدرات والمواد المنشطة التي توفرها لهم الميليشيا الحوثية الإرهابية في جبهات القتال. في الحقيقة ما يحدث في اليمن من قبل الحوثي أمر كارثي وجريمة بكل ما فيها من معنى في حق الإنسان والإنسانية، ليست أولى الجرائم التي نسمع عنها ويقوم بها الحوثي سواء في حق نفسه أو في حق بلده وأهله وحتى في حق البلاد الأخرى. جرائم إنسانية وجرائم ترتكب في حق الإنسان وانتهاكات في الطفولة، من يجند الأطفال ويستخدم الناس كأدرع بشرية ويجوع أهل بلده ويكون هناك فساد مالي وغيره، ما الذي يرجى منه؟ يعني ما نقول غير الله ينجي أهل اليمن من الحوثي وجرائمه، أمين يا رب. قلتي كل اللي بخواطرنا أتوقع يا ريم أمتي، ونقول حسبي الله ونعم الوكيل. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم. بعد الفاصل، مؤسس مشاريع إلكترونية يحكي عن تجاربه الناجحة. من شغف العطور إلى مشوار حافل بصناعة الجلود، وما توقف ألين ما وصل إلى مشروع القهوة المختصة المقطرة والقهوة السعودية بطريقة من اختياره تختصر الوقت في التحضير. يسعدنا أن ينضم معنا في الاستوديو الأستاذ راكان شلال مؤسس مشاريع السعودية. هلا وسهلا فيك راكان. يا هلا وسهلا، شكرا لاستضافتكم لي. طيب يخليك ربي راكان. يعني بداية قبل لا أسألك أي سؤال، كلمني عن نفسك. أنا راكان، طبعا مهتم في التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية طبعا عكس مجالي، تخصصي أنا ثانوية عامة، اشتغلت في مجالات مختلفة وعادية، لكن التجارة الإلكترونية بديت فيها صدفة ومن نشاط إلى نشاط سبحان الله. يعني جلست تتطور عندي الأنشطة وأطورها وأوسعها أكثر. يعني ولا تسوق ما شاء الله، يعني بدأت في التجارة واضح من بعد الثانوية وانت داخل هذا المجال، شفت وعشت وتشوف كيف السوق. الظروف ما سمحت لي اني اكمل دراسة. نعم. لكن اشتغلت قبل التجارة الإلكترونية في مجال ثاني اللي هو تنظيم معارض المؤتمرات. فالمجال كان صعب واللي في السوق اقوى مني يعني. فجلست فترة افكر وش المجال الاسهل، فاكتشفت التجارة الإلكترونية هي الأسهل. فصار لي قرابة الآن يمكن 4 سنوات في التجارة الإلكترونية في العطور، في أما الأحذية والقهوة فهذه جديدة. خلينا نوقف عند العطور، بما أنه بدأت التجارة الإلكترونية مع العطور، كيف جات فكرة العطور؟ يعني قلت مع الهبة والسوق محتاج وشايف البراندات، قلت كمان أنا خليني أنزل أستغل الموقف. العطور لما بحثت أنا قلت جت فكرة هي، جلست أبحث عن الموردين الزيوت العطرية، فاكتشفت أنه أغلب الزيوت مستنسخة، يعني زيوت مستنسخة مستوحاة. فقلت ليش ما أختصر الطريق وأعمل براند اللي هو عطور مستوحاة بس بعبواتي الخاصة. طيب. يعني أسهل على نفسي وأسهل على العميل، ما أجلس أسوق وأتعب على المنتج. جلست بعد أركز على نقطة السعر، الأسعار يعني، وحجم الزجاجة نفسها والسعر والجودة. فاكتشفت أنه أسهل طريقة أني أسوق العطر معروف أساساً، مو بعطر ما هو معروف. يعني أجلس أقول لهذا العطر وأجلس أوصف فيه، خلاص ريحت العميل وسهلت عليه. حلو. طب ركان خليني أسألك، يعني عطور وبعدين انتقلت إلى الجلود وخصيصاً الأحذية الشرقية، كيف؟ الأحذية الشرقية هي آخر شيء. القهوة ما كان في بالي مشروع القهوة وما كان عندي خبرة، فلما اشتغلت أنا في العطور صرت أفهم في موضوع المواقع والتجارة الإلكترونية وكيف طريقة التسويق لها. فجتني عميلة قالت بسوي، عندي فكرة بسوي موقع إلكتروني وأسوي قهوة.
فجلسنا نتعلم على الموضوع هذا ونبحث وجبنا أصحاب اختصاص في المجال. فكانت فكرتها أنه تكون قهوة سعودية بس. فإحنا طورنا الشيء هذا خليناها مختصة وأدوات قهوة مختصة، وصرنا نفهم بين القهوة السعودية والقهوة التجارية، القهوة السعودية والقهوة المختصة والقهوة التجارية، يعني صرنا نفرق بينهم. قبل ما كان عندنا خبرة، فعرضنا عليها أنه نأخذ حصة في من مشروعها، فوافقت وصرنا نملك حصة من هذا المشروع. وبعدها انتقلتم إلى الجلود. بعدها الجلود، أنا كثير أحب الزبيريات يعني، وبالذات الجلود، ولي طريقة معينة يعني للتفصيل، الألوان، أتعب أصحاب المحلات. فجيت كنت جالس أنا وواحد الشباب، قلت إيش رأيك نسوي يعني نجيب الجلود ونبدأ. بدينا في الأحذية، وبعدها انتقلنا للمحافظ وكل الأنواع الجلدية يعني، اللي المحافظ والشنط. حلو. طب خلينا أوقف معك عند الجلود. أول شيء، من فين بتجيب الجلود؟ يعني لما جات فكرة الجلود وقلت أوكي أبغى أصمم، أكيد كنت أبحث عن الجودة، مو بس أبغى أبيع، مش بس تجاري. صحيح. فمن فين بتجيب الجلود؟ كيف تحرص أن تكون جودتها عالية؟ الجلود طبعا من إيطاليا، وفي جلود على حسب رغبة العميل، يعني في جلود من أفريقيا، من إيطاليا، من آسيا. بس أكثر شيء نحرص عليه اللي هو الجلود الإيطالية، وأكثر شيء مطلوب ويتحمل يعني. فتركيزنا على الجودة، حتى في الدعسة، في الحشوة، في أشياء كثيرة يعني، تفاصيل كثيرة، حتى طريقة الخياطة، يعني الخياطة لها طريقة معينة. استعنت من مصممين ولا أنت عندك تصاميمك؟ لا، استعنت أنا في كل مجال. ما أنا طبعاً ماني خطبوط، بس أحتاج أشخاص يساعدوني، فأستعين يعني. فرضا الأحذية والألوان، أنا مستعين بمصممة سعودية هي اللي تساعدني في اختيار الألوان. وفيه شريكي في الأحذية نفسه، اللي جلسنا وقررنا نسوي هذه الفكرة، والحمد لله ما شاء الله. طيب راكان، يعني ما خفت من أنك فتحت متجر للقهوة المختصة أو القهوة السعودية، وخاصة الحين القهوات عموما هذه الأشياء صايرة مرة في السوق، ما خفت أنه أنت تخسر؟ في منافسين كثير في السوق، ما خفت المغامرة؟ صحيح، في منافسين، هي مغامرة، بس كانت تجربة حلوة يعني. سوق كبير يعني، يستوعب، بالذات سوق القهوة يعني، مهما قلت كثير لا يستوعب مع الرؤية، حتى يعني بيستوعب أكثر. فالحمد لله يعني تجربة ممتازة، أنا جربت وسوقت وأبيع قهوة ما حد يعني شربها، أبيعها أونلاين، فكيف لو أسويها، لو أسويها على أرض الواقع يعني. طب إيش يميز قهوتك؟ القهوة المختصة اللي عندي لاتينية طبعاً، ما دخلت في الأثيوبية. هذه ميزة رقم واحد. لا ما لا، لأنه هنا الأغلب في السوق الأثيوبية مثلاً. الأغلب أثيوبي، أثيوبي خذ اسم. بالضبط. يعني الناس اللي أبي أثيوبي ما يعرفوش الأثيوبي اللي بتعطيه. والله أنا اللي قدامك، قاعدة قدامك أصلاً ماني في القهوة المختصة، بس أحس إنه أنا بديت أدخل فيها يعني لي تقريباً أسبوع. قاعدة أحاول إنه أنا أستوعبها وأفهمها، فأنا كنت أحسب إنه القهوة الأثيوبية هي أفضل شيء صراحة، مثل ما أسمعها في السوق أكثر شيء. أثيوبية حمضية، غلبة حمضية يعني، إلا محاصيل معين، لكن لاتينية فاكهية أكثر. الأثيوبية أخذت سمعتها في السوق يعني، الناس ضخموها، ولا اللاتيني بالعكس يعني فاكهية أكثر وما فيها حموضة عالية الأغلبية منها يعني. أغلب الدول، فحنا اخترنا محاصيل معينة في من دولة معينة. بخصوص القهوة السعودية، لنا حمصة خاصة طبعا، كلها طبيعية يعني، كهيل، زعفران، ما نضيف أصباغ وما نضيف أي شيء. السعر بعد يعني، أنا كل متجر لازم أركز موضوع السعر، السعر عندي شيء مهم. يعني قصدك سعر مناسب أو سعر كيف؟ سعر يعني أكثر من مناسب يعني، يقدر يشتريها أي أحد. ممتاز. سواء عطور، قهوة، أحذية، بس عندك القهوة سعرها مرة يعني بسيط يعني، ما يقدر أي أحد يشتريها، وأحرص على العروض بشكل مستمر للعملاء عندي. والجودة، والجودة عندي شيء أساس. ممتاز. طب هذا شيء مرة حلو يعني، ما شاء الله عليك يعني عقلية استثمارية، تفكر تشوف إيش في ناقص في السوق، تبحث، تغامر، تدخل، تستثمر. أغلط كثير ترى. بالضبط، وتغلط كثير. أنا عشان كذا بدي أسألك، أنت تقول إنه عن طريق كل شيء للتجارة الإلكترونية، كل هذه المشاريع الناجحة ما شاء الله،
والواحد لما يدخل تجارة إلكترونية من أول مرة يعني وما فيش سوق على أرض الواقع برضه تعتبر مغامرة، خصوصاً إنه أنت لسه ما أنت براند، فكيف استغلت هذا الموضوع؟ كيف كنت تسوق لنفسك؟ طبعاً أول ما بديت منصات التواصل الاجتماعي. طيب. بديت بالمشاهير، في أخطاء تصير عندي يعني. إيش قصدك بالأخطاء؟ يعني كيف البداية تكون؟ لازم أغلط عشان أتعلم. كلاً. أنا ما عندي خبرة. مو أنا قلت دخلت هذا المجال وتعلمت وتعلم وتعلم وكل يوم أتعلم. دخلت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فيه مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات ممولة وفيه إعلانات عن طريق المشاهير. مشاهير ما قبل الجائحة كانت الإعلانات عندهم قوية يعني قوية. لأن كان عددهم قليل وسعرهم مناسب. الآن بدأ يخف تأثيرهم شوي بسبب كثرة أعداد المشاهير. كثير كلهم صار، كل الدنيا صارت مشاهير. اي خلاص كل احد صار مشهور بالضبط وعنده متابعين، بس خف تاثير ما يقدر. واسعارهم غاليه وما زالت الاسعار غاليه. الاسعار ارتفعت زياده. نعم. ارتفعت جدا، صرنا نعلن ما نستفيد. عكس الاعلانات المموله، فاكتشفت ان المتابع صار عنده وعي، صار يعرف. طب انت كيف حليت هذه المشكله؟ طحت مليون خسرت وتعبت تعبت والله. بس في النهايه سويتها عن طريق الاعلانات المموله، يعني حنا نتكلم عن المنتج. ممتاز. يعني انا اتكلم عن منتجي ويشوفني المشاهد او المتابع يشوفني، خلاص يا يقتنع مني انا او ما يقتنع. قصدك الاعلانات اللي تطلع في سناب شات اللي بين سناب وسناب اللي بين ممتاز. اي اللي بين يجيك بين ستوري كذا. صح. فشفنا مردود ضخم لها، عكس المشاهير يعني تدفع مبلغ كبير 20,000 30,000 وعندها متابعين بس ما في تأثير. ما في تأثير. مشهور. صح. مؤثر غير مشهور، في فرق. يعني في أشخاص، أنا ما أقول الكل ترى يعني. بس أقول بعض. صح. فصرنا نخاف، يعني أخاف أجي عند فلان يطلع نفس اللي قبله. صار. صح. عندي خوف إني أكيد. أعلن عند مشاهير. صار قرابة الآن سنة وشوي ما أعلنت عند ولا أي مشهور، كلها اعلانات مول. وجدت الفرق؟ وجدت انه بالفعل الناس يعني تعرفكم وكذا. واوصل فئه كبيره، يعني اقدر احدد الفئه اللي انا بيها. ممتاز. صح. عن طريق الاعلانات الموله. طيب اذا بسالك عن مشاركاتك في المحليه في المعارض والمحافل. مشاركات مو للعطور مو بكبيره، لان عندي انا العطور قرابه اكثر من 200 منتج. والعميل اوريدي وعارف ريحه عطر يعني، بتكون صعبه مشاركتي في العطور، لكن في القهوه شاركت. أشارك يعني يجربون. أغلب مشاركتي ضيافة. الأحذية برضو والجلود شاركت يعني عادي، في مشاركة وبتستمر المشاركة، لازم لأنه لازم يشوف العميل، يجرب القهوة، يذوقها، يجرب يلمس الكواليتي حق المنتجات الجلدية اللي عندي. في معرض الهيئة الترفيه بعد يومين أتوقع راح ينطلق، اللي هو صنع في السعودية، راح تكون موجود معاهم مشارك؟ لا، الكل شيء صنع في السعودية. احتمال ان شاء الله، اذا جت فرصه اكيد بكون موجود ان شاء الله. يعني الفرصه موجوده يعني راكان، لازم نستغلها والله. ما شاء الله ترى السوق مليان. السوق مليان. صح. وهي الترفيه ما تقصر يعني، في كل مكان عامله ايفنت وفعاليات، فعلشان يجينا الفرصه صعب مره يعني. مزحوم، كل شيء مزحوم يعني. احاول ادخل، ودي ادخل بالعكس. ادخل ليش لا يعني. طيب الان بعد ما شاء الله نجاح هذه المشاريع، سواء العطور او الجلديات وحتى القهوه، وباين انك انت شخصيه لك عقليه استثماريه وتاجر وتعرف السوق كويس، ايش طموحاتك؟ ايش توقعاتك للفتره القادمه؟ الناس حتتجه على ايش اكثر؟ والله التجاره الالكترونيه انا انصح فيها وبقوه. يعني التجاره الالكترونيه احنا ترى مو بس مشاريعنا، احنا تشغيل مشاريع ثانيه يعني. نعم. يعني حتى ما نقدر نصرح، أنا في مشاريع ثانية إحنا نشغلها كخبرة، تشغيل مشاريع مواقع يعني نفس من المبيعات، من التسويق، من أوبريشن كامل. فأنا أتمنى كل أحد صدق يعني عنده فكرة يؤمن فيها ويتوكل على الله. صح. التجارة الإلكترونية أسهل، ما فيها خسائر، ما فيها تكاليف زيادة، ما فيها تكاليف، ما فيها ريسك. صح. عميل خلاص يسحب الشاشه يطلب المبلغ بحسابه. اهم شيء تصوير حلو. صح. تصوير حلو خليك إيه لازم تكون جاذب. إيه. او الاعلان بيكون. صح. جاذب. صحيح. ايش طب طموحاتك على الصعيد انا الشخصي؟ ودي باسرع وقت ممكن اتطور اكثر واكبر وازيد من انشطتي والله.
الله يوفقك. كان سعيدين بوجودك معانا، خصوصا انك شاب وطموح وكذا تبحث عن كل حاجه ما شاء الله، فكل توفيق لك. شكرا لك. شكرا طلال. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين. بعد الفاصل سيدتي يطرح ملف عقوق الوالدين ويناقش اهم مسبباته. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة هم كل العائلات، وهي مشكلة عقوق الأبناء أو العكس عقوق الأباء لأبنائهم، وهي من المشاكل المنتشرة في كل المجتمعات وعلى مدى كل العصور. ولكن إيش أسباب العقوق، وهل هو مجرد تمرد أو عدم تفاهم بين الأهل وأبنائهم؟ طبعا عن هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم لنا في الاستوديو الأستاذ فهد الخياري، مدرب في التنمية البشرية. هلا وسهلا بك. يا هلا وسهلا فيك واشكركم على الاستضافة. موضوع العقوق حقيقة موضوع حساس ومخيف، يعني الواحد لما نتكلم عن كلمة عقوق فهي من الكبائر، يعني حاجة مرة كبيرة أن الواحد يعق والديه أو أنه يتجرأ عليهم لا سمح الله. ولكن خلينا نتكلم عن مظاهر العقوق، عقوق الأبناء لأبنائهم إيش هي؟ زي إيش مثلا؟ تمام، فيه هي درجات الحقوق، درجات. لو تكلمنا مثلا ممكن أقل درجة اللي هي مثلا كلمة أوف، مع أنك بتنفذ نفذ الطلب، لكن أعلاها والعياذ بالله اللي هو الضرب، انه ممكن شخص انه يضرب ابوه. طيب نبي نتكلم عن نقطه مهمه، العقوق ما يبدا بيوم وليله، بالتدريج. صح، ما يبدا بيوم وليله. الحين الطفل لما يولد يعتبر انه مصدره واساسه في الحياه اساس وجود الام والابو، فما يقدر يهدد وجوده، لان اي غلطه يغلطها على الابو او الام راح تهدد وجوده. لكنه لما يلاحظ انه تمادى وصار فيه تهاون من الاب ولا الام، يبدا يزيد خطوات 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 لين نوصل الى عدد المراحل، الى عدد المراحل اللي مثلا تكون ماساويه او مراحل العقوق اللي هي ادنى مراحلها. فهذه الجزئيه اللي لازم نحتاج ان نوضحها. طيب العاق وش فكرته؟ وش يبي بالضبط؟ العاق يبي يعلن لك ان انا ترى ماني مرتاح لتعاملك، اسلوبك مو عاجبني بالتعامل. نعم. طيب تقولين انا ما اقصر معاه، دائما اهتم فيه. في احد الحالات اللي مرت علي شخص مهتم في أمه بدرجة كبيرة، لكن الاهتمام سبب له إحراج. يعني كانت تمر من عند، إذا هو طالع مع الشباب تطمن عليه، قال يوم الله يرحم والديك أحرجتيني. طيب. شيء جميل جدا. قال لها بالبداية، لاحظ التدرج، قال لها بالبداية ترى الموضوع يعني لا تحرجيني. جاءت المرة الثانية والثالثة والرابعة، صاروا الزملاء يعني بالمصطلح العام يطقطقون عليها أو أنه يعاتبون على الجزئية هذه. فهد اعذرني أنا ما أخذت كمل سالفتك، بس هذه أم مفروض هو ما يسمح لأخويا يعترضون أو حتى ينتقدون، مفروض هو يفخر في هذا الشيء. يا سلام، هنا نجي على الجزئية الثانية، فرق العقول بينهم. هو عمره كم؟ 12 سنة. بالنسبة ل 12 سنة نظرته قصيرة، بالنسبة للأم عمرها 40 سنة، فتتكلم عن خبرة 40 سنة لأن تشوف زوايا ما يشوفها الطفل. صحيح. فهنا نقول إما يوصلون النقطة وسط، يعني يعني واضح ان الام ما تفاهمت معه على الجزئيه هذه، يعني ما وصلوا لنقطه وسط بحيث انها هي تطمن وهو ما يجيه الاحراج. فهنا بدات المشاكل، بدا العتب، بدات نبره العتب تزيد 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 لين صار مره من مرات تهور وقال لها كلمه ما هي زينه، فتعرف اللي انصدمت. هنا بدات تستوعب ان الموضوع فيه مشكله. فنقول فرق العمر ضروري، صح ان انت اخذتيها من زاويه ام والشخص ياخذها من زاويه اب، لكن لازم نحسب حساب في طرف ثاني، لأن العلاقة بين طرفين، فهذه الجزئية نحتاج نحن نوضحها. يعني أنا ما أدري صراحة، ما أدري، ما خليني أطلع على السؤال الثاني. تمام. خليني أسألك أسباب عقوق الأبناء لأهلهم. الأبناء لأهلهم قلنا هي الأساس، الأساس اللي يحركها عدم رضا، هي رسالة، يعني كأن الإنسان يقول للأب والأم ترى فيه مشكلة. الرسالة هذه إذا ما جابت نتيجة على حد معين راح يرفع بالنبرة. أوكي. زيادة أو بالتعامل. فنقول كأنه حنا إذا مثلا الابن في يوم من الأيام طلبت منه حاجة وزعل وتلفظ بكلمة عادية بس إنها فيها جرأة، اعرف إن هذه إشارة نحتاج إن نوقف عندها، يا إن ننزلها أو إن على الأقل إذا هملناها راح تزيد مع الوقت. صح. طيب خليني أسألك سؤال، في بعض الأمهات تسمح لأطفالها أنه يلعب، مو يلعب معهم، فأنا أكون فجأة قاعدة ما رد علي، يقوم يرميني بمخدة
هو طفل صغير فتمشي لياها عادي، هل هذا الشيء مسموح؟ تمام، هو الفكرة لازم نوضح وشو إنه يكون المزح طبعاً ضروري المزح بين الآباء والأبناء، لكن بس في وقت المزح تمام، لكن لازم يكون له ضوابط، مثلاً تهور الولد وحذف مثلاً هذه المخدة مثلاً، يعني تعرف اللي تأخذها بمزح لكن كأنها تنبهه أنه لا تكررها مرة ثانية، على الأقل يعرف أن في حد، لأن بالمزح هنا بكرة لو تلاحظون أن الإنسان بطبعه إذا في حاجة بيصادمها يأخذها بالتدريج صح، فهنا كأنه نقول عادي، لكن مش الفكرة أنه فيها تنبيه، ضروري موضوع التنبيه فيها. طيب هل تتوقع أنه بعض الأسباب قد تكون لها علاقة في التنشئة والتربية؟ بمعنى أصح لو كان الوالدين معنفين لهذا الشخص اللي اليوم أصبح رجل كبير وعاق لوالديه أو ممكن وصل لمرحلة أنه يضرب والديه، هل بسبب ترسبات من الطفولة، عنف كان يمارس على هذا الطفل لما كبر أصبح هذه هي ردة الفعل؟ تمام، العنف مو شرط أن يطلع ابن عاق، ليش؟ لأن اللي أثر بحياة أي طفل أحد التأثيرات الأب والأم، لكن باقي التأثيرات القرابة والبيئة. نعم. فممكن ويمكن مر عليكم حالات شخص معنف من أمه وأبوه لكن تلقاه فيه رحمة، تلقى البيئة أو الناس اللي يحتك فيهم أو الأولاد اللي بالمدرسة عوضوا جانب فصار فيه توازن نوعا ما مع أنه معنف. لكن نقول وش الفكرة؟ أنه خلنا نقول نلخصها بعدم رضا، إما بسبب التربية أو بسبب البيئة. بعضهم يكون أمه وأبوه زي ما ذكرنا المثال اللي قبل شوي جيدين جدا معه، لكن البيئة يعني الإنسان مثلا ما عنده المؤهلات أو مثلا خلنا نقول ما عنده الصفات اللي تخليه يحتك بالناس، فيجي هنا نرجع على التوقعات، يرجع الأم وأبوه يبي منهم يحلون كل مشاكله صح، فهنا نجي على المشكلة، هل هو الأب والأم دللوا ولا لقوا حل الموضوع؟ بعض الآباء يقول خلاص أبشر بس أنا ما عطى الطفل الحاجة اللي بيها. أحد الحالات اللي جتني طفل زعلان وكان متضايق أن زملائه يعاتبونه كثير وما يمدحونه، فكان يجي يوميا يطلب من أمه مدح، طبعا وما تقصر إلا أم ما شاء الله قصايد، استانس، صار مدح الأم له سبب له ضغط خارجي، يعني هو توقع بتنحل المشكلة، صار يبي نفس الشيء لأنه في شعور راحة بالبيت، في شعور ضغط بالبيئة اللي بالمدرسة، فسببت لأزمة، صار إذا زعل من الأطفال يجي عاتب الوالدة، فهي من باب الحل اللي مو جذري تمدح فيه، صار آخر الوقت بعد يمكن تقريبا سنتين ثلاثة صار ما يعجب المدح، غير كافي. ليش؟ لأنه في مشكلة خارجية. فنقول التربية، هل اللي طلع الشخص العاق نقول عدة ظروف بس من أحد أسبابه صح، من أحد أسباب لكن مو سبب رئيسي، لأنه بيئة ومجتمع وأب وأم، فهذه الأشياء اللي ممكن تأثر فيه. يعني أنا أشوف كلامك ممكن يكون أختلف معك شوي فيه، لأنه أنا أشوف أنه بعض الأحيان الطفل أو الأم تحتاج أن هي تقعد مع طفلها قاعدة مكثفة وتسولف معه وتتكلم معه أنه عقلية الناس مختلفة، أنه يا بابا هذا مجتمع خارجي مو معناته أنه هو صح، إذا قالوا عنك كذا ممكن هنا الطفل بعد تفتح مداركه أكثر ويصير الحوار بينه وبين أمه أفضل، وحتى إذا واجه بكرة الشارع يكون مواجهته للشارع أقوى. اللي أنت شرايك تشوف؟ شوفي، من أحد الحلول الناجحة اللي ذكرتها لأستاذتنا أن الفكرة أنك تجلس معه، لأن هذه أحد الحلول زي ما ذكرنا المثال أن الأم تعيد نفس الأسطوانة بس ما عالجت أساس المشكلة، لكن زي مثالك قلنا لما ذكرنا المثال فرق الأم بالبداية ل 40 سنة و 12 سنة لازم نوصل إلى نقطة سواء، زي اللي أنت تقولين أستاذتنا أن أجلس معه ووضح له على الأقل أبين له الصورة اللي عندي، هنا راح يتقبل، هذه أحد الحلول اللي تجيب نتيجة، خصوصا إذا استمريت فيها. خلينا نتكلم عن تقريبا لو استمرتي إذا كان عمره 5 سنوات واستمرتي تقريبا 2 سنين راح تلقين أن الطفل ناضج، أنضج من زملائه. ليش؟ لأن بخبرتك اللي لها أكثر من 5 سنة فتحتي مداركه، فنقول هذه أحد الحلول، صحيح أحد الحلول، لكن للأسف إذا أنت تعتمدين الحل في غيرك ما يعتمد الحل، غيرك يقول إن شاء الله أن الله يصلحه، والله ما أدري شو أسوي فيه، لا خلاص هو يعني محسودين عليه أو مثلا كان زين قبل وخربوها العيال عمه، فنقول بعضهم يتهرب من الحلول بس مو زي حل الأستاذة. بس إنه الحوار مهم يعني زي ما ذكرت أولي. ليش؟ لأن أنا الحين مثلا لو عاتب أستاذة ريم أعاتبها مثلا على تقصير معين أنا أشوفها في زاويتي أنا صح.
صح. بس ما شفته بزويتك، يمكن يكون عندها ظرف جدا مقنع. فهنا نجي نقول للطفل، احنا بشكل عام بشر، الطفل مهما كان عمره هو يشوف الموضوع من زاوية واحدة. مثلا زملائي مثلا يعاتبوني على حاجة، طيب هو يشوف بس العتاب فقط، بس الأم تشوف العتاب، تشوف المصلحة الكبيرة، تشوف قوة الشخصية، تشوف الاجتماع، الأشياء الاجتماعية. فنقول الزوايا هذا من حق الطفل أن الأم توضح له، على الأقل تحاول توضح له زي الطريقة اللي تستخدمينها ساتاتنا. طيب خلينا ننتقل لموضوع آخر، وهو ما يعرف بعقوق الآباء لأبنائهم. مع يعني أنا أتحفظ على هذا المصطلح كوني أم، أنا ما أشوف أنه أنا كلمة عقوق أنا أشوفها مناسبة للاستخدام، ولكن قد يقدم هذا المصطلح الفكرة، ويريت لو توضح لنا هذا الموضوع. تمام تمام. طيب هي المقصد منها أنها تشبيه، مثل القصة اللي حدثت عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما قال لأحد الموجودين عنده عققته صغيرا فعقك كبيرا، كان يتكلم عن أب. هي خلنا نقول كتشبيه، حنا نتكلم عن يعني نقول إن جاز التشبيه، أن تقصير الأب مع عياله هي كارثة، كارثة. لأن من واجبات أو من حقوق الأبناء أن الأب يربيهم. في بعض الآباء الحلو الجزئية هذه أحتاج أن أوضحها، الجزئية الحلوة بالموضوع أن الأب لما يقصر مو هو كرها للابنة، لكن قلة حيلة يعني ما يعرف كيف يتعامل معه. فنقول هذه الجزئية الحلوة بالنقطة هذه. لكن بعض الآباء إذا مثلا ما يعرف يتعامل مع ابنه، ما عنده أسلوب إقناع، ما عنده أسلوب حوار، يبدأ عاد خلاص ييأس ويبدأ يتعامل بشخصية الطبيعية للتجريح. أحد الحالات اللي جتني تكتب كتابة وتمسحها، تكتب وتمسحها، إذا تكلمت عندها تأتأة. ليش؟ أبوها إذا مثلا كتبت حاجة أو نسيت حاجة أو لخبطت يجرح فيها في الكلام. طبعا مو هو كره لها، لكن ما عنده مثلا طريقة للتعامل. أثرت على البنت على المدى الطويل، إحنا نتكلم يمكن تقريبا على 20 سنة. فنقول هذا من أحد الأشياء اللي ممكن يقصر فيها لو جازة التسمية، أن نقول الأباء مقصرين. أن الأب أقل شيء الموضوع بسيط، يعرف كيف يتعامل مع ابنه، دورة بسيطة جدا ما تأخذ منه وقت. ليش؟ لأن اللي يحرك الأب الحب، الأب ولا الأم يحركه حب الأبناء. فمجرد أنك تدرب تدريب بسيط تنحل مشاكل كثيرة. بعضهم يقول والله مثلا إن شاء الله الله يصلحهم، خليهم على قولتهم بمصطلح عامي سايبين بالشارع، لكن هذا ما يعتبر حل. ليش؟ يقول والله ما أعرف كيف أتعامل معهم، خلاص إن شاء الله يشدون حيلهم وإن شاء الله أن يتحسنون. فأقول هذه يعتبر تقصير، وهذا من الواجبات اللي على الآباء. فهذا الجزئية نحتاج أن نوضحها، أنه موضوع بسيط، تدريب بسيط وتنحل المشاكل الآباء كلها. في جزئية بعد أنا حابة أنت توضحها، لأنه فعليا إحنا قاعدين نعاني منها. إذا شفنا أم وبنتها أو أب وولده، ما شاء الله تبارك الله العلاقة بينهم مرة حلوة، لدرجة أن تحس أنهم هم أصدقاء وفي بينهم ميانة وما في بينهم حدود، بس أكيد أن البنت عارفة حدودها مع أمها لمنطقة الخطر أو المنطقة الحمراء اللي ما كنت تتعداها. ونفس الشيء الابن، يشوفونها بعض البشر اللي تربوا تربية صارمة، وإذا جاء أبوك أوقفي، وإذا جاء أبوك، للتربية القوية اللي ما فيها حب كثر ما فيها خوف، فيشوفون أنها هي عقوق. تمام. حنا نقول تختلف هنا، فيه اختلاف عادات، فيه اختلاف تعامل. بالنسبة لبعض الأباء والأمهات يقول مو لازم تجي تحب راسي، بعض الأباء يعتبر لا ضروري طبعاً. فنقول على حسب نظرة الأب. هنا نجي نقول أنه كيف أبر بأبوي أو أمي، نقول وش شخصيته، وش شخصية الأب وش شخصية الأم. فمثلا الحين مثلا لو مثلا سادتنا سادة ودي مثلا، لو انت عاملك باسلوب انت تكرهينه بس تدرين اساس تعاملي محبه، ما راح تنفع المحبه. ليش؟ لا بس انا بتناقش معك. تمام. انا قصدي بشكل عام، احنا نتكلم بشكل عام. لو عاملك باسلوب انت ما تحبينه بغض النظر وش نوع الاسلوب، انت تقولين طيب تمام ادري انها اساسها محبه، لكن الاسلوب مو هو مناسب لشخصيتي، ممكن مناسب لسذرين. فنقول بعض الاباء اعرف شخصيه ابوك كيف. مثلا شخصيه الاب الدقيق، في شخصيه دقيقه جدا، يبي كل شيء بالمسطره، دائما يعاتب. هنا نقول للابن ترى عتاب الأب مو معناته أنه أنا أكرهك ولا ليش أنت دائم تخطئ، عتابه معناتها أبي كل شيء كامل. فنقول أنه أفهم أنه مو عاتب لك، الموضوع بسيط. بعض الشخصيات الآباء ممكن تكون، بعض الأمهات شخصية اعتمادية معناتها ما يقدر يعيش إلا لما كل شيء يسواله. فنقول على الأقل
الأب هذا لما يعتمد عليك لأنه يثق فيك، مو هو معناته أني أبي مثلا أضغط عليك أو بيحرمك من حياتك. فنقول لازم نفهم كيف الشخص يبي البر. زي المثال اللي ذكرتيه، بعضهم يقول أنا أستانس على الوضع هذا، أنا مثلا نسولف ونضحكم يعني مو لازم أوقف له. بعضهم يقول لا، فنقول على حسب شخصية الأب والأم. صحيح. طيب يعني مما لا شك فيه أنه اختلاف الأجيال يؤدي إلى اختلاف في التفاهم والاستيعاب من البعض يعني، فأكيد هناك في فجوة بين الأهل وبين الأبناء خصوصا في الحوار واستيعاب الآخر، يعني جيل اليوم غير عن جيل أمس يعني أكيد. فكيف ممكن نقرب بين الجيلين ونسد هذه الفجوة؟ تمام. أفضل طريقة مبدئيا بسبب الاختلاف الكبير طريقة استاذتنا أودي اللي هو الحوار. أنا بيفهم وجهة نظرك وأنت يفهمي وجهة نظري، هذا أفضل طريقة. ليش؟ لأن بما أن الجيل تغير أنا عندي معايير طبعا مثلا تربيت عليها وكبرت عليها، وأتوقع قبل مثلا أن يجيب عيال أن هذا الطريقة الصحيحة. صحيح. تغيرت الدنيا مثلا، الحين الابن له وجهة نظر، له أشياء كثيرة. فنقول أفضل طريقة مبدئيا، أفضل الحلول المبدئية اللي هو الحوار. إذا وصلت الحوار على الأقل تفهم. على الأقل تفهم. زي مثلا لما أقول للأستاذ أودي أنا اليوم نفسيتي سيئة، فرجاء ما بيحد يكلمني، على الأقل وضحت له الصورة فتعرف وش الجاي، يصير الموضوع جدا سهل. بس هو المشكلة في الحوار أنه الأهل يبغوا يقنعوا الإبن بأفكارهم أو بعاداتهم وتقاليدهم، والإبن غير مقتنع، يبغوا يقنع الأهل أنه لا أنا مقتنع بكده. وممكن يصل لنقطة أنه لا، يعني في بعض الأباء يزعل أنه ليش أنا جلست وتحاورت معه ولكن ما فاد معه الكلام، فيجبره تلاقيه يلزمه أو يجبره أو يضغط عليه. هذه نقول ممكن يجبره إذا كانت في مراحل عمره الأولية، 5 سنوات 6 سنوات، لكن لما يكون ولد عمره 15 16 الموضوع ما يجي بالطريقة هذه، لأن أنا بالنهاية أبي أقنع الإبن، فما أستفيد إذا مثلا لازم أقنعه بطريقتي. فنقول الأفضل إن بس أني أعرف جزئية كيف أفهم الشخصية هذه، بس الموضوع بسيط. وش نوع شخصيته؟ دقيقة، ألعب على موضوع الدقة. استعراضية، ألعب على موضوع الاستعراضية. نرجسية، ألعب على نفس النقطة هذه. فنقول الموضوع بسيط، بس مجرد أنه تتعب نفسك شوي يعني كأب أو أم أنك تقرأ جزء عن الشخصيات وتنحل أغلب المشاكل. رسالة لكل أب وأم ظلموا عيالهم، عملوهم بقسوة وقاعدين يطالبونهم بالبر والرضا يوم كبروا. تمام. أهم نقطة ممكن أحتاج أن أوضح للأباء، ابنك لما يكون مو بار فيك ترى يتوقع أنك أنت مهمشة، متوقع أن أنت مقصر معاه، متوقع أنك أنت ما تحبه، متوقع أنك مفضل على غيرك، فهو عنده مفهوم خطأ نتيجة ممارساتك القديمة. الحل وشو؟ إما تجلس وتعبر له عن مشاعرك وتوضح له أشياء قديمة، أو أنه مثلا تجي تطلب منها الأشياء، تقول له وش الأشياء اللي سويتها لك أنه ممكن تكون مبسوط أو تحس أني أعوضك عن القديم. الموضوع بسيط، نقطتك اللي ذكرتها حوار. حوار بسيط وهنا تنحل جميع المشاكل. أما سالفة أنه لا أنا أبيه يسوي نفس اللي أبيه من نفس البر ونفس الدرجة، يعني أحس أنه ظلم بالطلب. فلأنه هو بالنهاية بشر، يعني صح أن ابنك بالنهاية بشر. يعني هذا من ناحية الآباء للأبناء. يعني أنا برضو ما زلت عند موقفي أنه أنا أم أو أنا أب، ولدي هو اللي لازم ياخذ رضايا. طيب في حالة الرجل أو المرأة اللي ربنا ابتلاهم إنهم يكونوا عاقين لأمهم وأبوهم، وجاتهم صحوة في يوم من الأيام إنه بدأ ضميرهم يأنبهم إنه ترى أنا بسوي شيء غلط، فكيف المفروض الشخص العاق يرجع لوعيه ويرجع يعامل أهله كويس ويستطيع إنه يغير من نفسه، يحاول إنه يغير من نفسه؟ تمام. خلينا نقول هذه الإجابة للطرفين. في حال بعضهم يقول طيب أنا عقيت بأهلي أو أهلي مثلا عاقين فيني، طيب كيف التعامل معهم؟ الموضوع جدا بسيط، حنا بالنهاية بشر، حنا بالنهاية بشر اجتماعيين تأثر فينا المشاعر. كل شخصية لها مفتاح. أنا مثلا عتبي على مثلا ابني فترة طويلة، أنا أبي منه حاجة وهو العكس. لو مثلا الابن مثلا زعلان من أبوه، هو يبي من أبوه حاجة واحدة اللي هو مثلا يحسسه بالاهتمام بطريقته هو، بطريقة الابن أو بطريقة الأب. نقول الحل بشكل مختصر أن تعطيه مثلا، تعرف مفتاح شخصية الأب والعكس، تعرف مفتاح شخصية الأبن، وخلاص تجيه من الدخلة هذه. إذا وصلت لما الطريقة هذه راح ينسى كل الأشياء، حتى يقولك بالنهاية يا ليتك كنت كذا زمان. باختصار شديد. يعني في نقطة أنا وريم يمكن نختلف فيها شوي، عجبتني ريم توهي تتكلم تقول أنه أنا أم وأنا أو أنا أب، فأنا لازم أنه أنا أطلب الرضا.
يعني أنا أشوف صح كلام ريم، بس في عقول معينة ما تستوعب هذا الشيء. ممكن أنا ما أكون عاق في والديني من المعاملة القاسية، بس ممكن أنا أسحب عن والديني. أصبر عنك، تراضيني أنا أمك وأنا طيب أبوك. طيب هذا الكلام للناس العاقلة اللي هي متربية تربية صح يا ريم، بس لما يجيكي أنت طفل متعود على شيء معين وهو صغير، ولما كبر هرب، ما عاد يبغى هذه العيشة، ما عاد يبغى يتذكر حياته مع أمه وأبوه. يعني في مقولة أنا أعرفها أو هي حديث أنا ماني متأكدة صراحة، اللي هي أعان الله آباء إن أعانوا أبنائهم على برهم. يعني بعد الأب والأم لازم إن هي لما أنا أبغى من ولدي شيء إذا كبر أنتظر رد، فلازم أنا بعد أربي صح. عشان أكيد أنا مربية صح وأكيد إني أكون غرست فيه صح. لا بس في مثلاً أطفال وفي آباء ربوا عيالهم على القسوة، فلما كبر طفلة أو كبر ابنه أو بنته خاص من سحبة، هي ما رح تعق فيه، بس أنا من سحبة. مجرد الانسحاب من حياة الأم. أنا بس أهلا وسهلا، كيف حالك ماما، شو أخبارك، طيبة الحمد لله مع السلامة. مجرد أنه الواحد ينسحب ويقرر أنه ينسحب عن أمه وأبوه وما يرضاهم وما يسأل عنهم وما يبرهم وما يواصلهم، هذا عقوق. يعني أنك أنت اخترت أني أنسحب عن حياة أمي وأبوي وأنا ما أبغاهم ولا أبغى تواصل معهم، إذا ما هو العقوق إذا ما طيب كان كذا؟ هذا الشيء صحيح، صحيح عقوق صح. حنا اليوم نتكلمنا طيب وش الحل، فقبل نعرف الحل نعرف كيف يفكر العاق. عشان كذا حنا مؤيدين جدا لك، لأن بالنهاية هو عقوق، هو يعني مو هو ذنب مغفور إنه مثلا نتكلم عنه كأنه شيء سهل، لا حنا نتكلم إنه وش أساس المشكلة، كيف يفكر وش الحل. أستاذ فهد، يمكن أنا ما أعق أمي وأبوي، يمكن أنا أتواصل معاهم، يمكن أنا أرسل مصروف، بس ما في العلاقة الحميمية اللي تجمع بين الأم وعيالها. صح، فنقول هي أشكال البر لها أشكال. نقول وش اللي غرستي، كأن نقول اللي غرستي طول السنوات هذه، لأن مشكلة التربية بالمتابعة، أنا لازم يتابع. يعني مثلا أنت اجتهدتي 5-6 سنوات لين دخل المدرسة، بيكون عليك الضغط زيادة لأن المدرسة يمكن تخرب كل اللي سويتيه، فنقول يبغى لها متابعة. اللي غرستيه راح يطلع بكرة. في بعض الآباء في بعض الحالات لما تمر علي شخص، مثلا الأم تخلي مثلا الأب مهمل وتخلي الولد الكبير هو مسؤول عن عيالها، هو يدرسهم، هو يهتم فيهم، فصار ينضغط ينضغط لدرجة أنه لا تروح لا تجي، أجلس بالبيت، لازم تكون موجود. الحال زي كذا أن الولد بينضغط بالنهاية بينفجر، لأنه بالنهاية هو بشر، كم بتحمل 10 سنوات؟ طيب بعد 10 سنوات؟ فنقول يعني لازم الإنصاف بالمعاملة. هذا على افتراض أن الشخص ما بر، يعني أو خلينا نقول ما ربى التربية الصحيحة. لكن إذا ربى تربية صحيحة ما راح تشيل هم، مثلا أستاذ ريم إذا ربى التربية على الأسس الصحيح خلاص الموضوع جدا ما راح تعاني من المشاكل هذه. صح أستاذ فهد الخيار، يعطيك العافية، شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا. يا هلا وسهلا فيك. مشاهدين نطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل. ما هو أساس اختيارك لشريك الحياة؟ فيقول رأيك اليوم مبارك الكويكبي سأل الناس سؤال مهم، سؤال يترتب عليه واحد من أهم وأصعب قرارات الحياة، وهو كيف تختار شريك حياتك؟ بصراحة عندي فضول أعرف الأسس والنقاط المهمة اللي يستند عليها البعض عند اختيار لشريك الحياة. خلونا نسمع رأيكم في قول رأيك ونرجع لكم. أول شيء يعني تكون طريقة من الأهل، يعني اختيار الأهل بس. أول شيء الجمال، وثاني شيء الأسلوب، وأنها تكون تسوي أشياء أنا أبغيها وما تسوي شيء من رأسها. والله على سمعتها هي وأهلها، راح دايركت على أبوها، أخذها من أبوها دايركت، تقدم لها لأبوها دايركت وأخذ العلم من رأسه بأيام محدودة وأوقات محدودة علشان ما تروح البنت. ما في واحد اثنين، هذه الاختيار قوي. أول شيء طبعا يجي تقدم لي، أتعرف عليه 4 شهور 5 شهور، أطول فترة الخطوبة هذه، بعدها ممكن نملك. صراحة أفضل أنا عن طريق الأهل، بس أفضل من وجهة نظري أن يكون في فترة بين الملكة والزواج، بحيث يتعرف الشريك على الطرف الثاني ويكونون على توافق بالحالة قبل لا يتم الزواج. يعني عجبتني شوي. ريم شو رأيك؟ والله أنا نبغى نتكلم عن الطريقة اللي نختار فيها شركاء حياتنا، هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، الخلق والدين.
أحس إنه هذه هي أفضل وصية وأفضل طريقة إنك تختار الشخص، لأنه بالفعل كل شيء يتغير، والإنسان يغير أفكاره والإنسان يتغير وكل شيء يتغير فيه ما عدا صاحب الدين وصاحب الخلق القوي والأخلاق النظيفة والأخلاق الجميلة والقيم وكذا. فهذه الأشياء أحس إنها ما تتغير. يعني دائما حتى احنا اهل اول يقولوا اللي يخاف ربنا ما تخافي منه، الشخص صح. اللي يخاف ربنا ما تخافي منه، لانه هو راح يتقي الله فيك في تعامله معك في الحياه، في ما تخافي من هو ايش يسوي. يعني حتى الاشياء اللي مو قدامك من وراك هو بيكون يخاف ربنا، مو عشانك انت او يحسب حسابك انت. ترى هو لو يبغى يسوي حاجه غلط او حاجه من وراك حيقدر يسويه وانت ما تعرفي، لكن في النهايه صاحب المبدا وصاحب الاخلاق وصاحب الدين هذا الشخص احس انه تعطيه الامان وما تخافي منه. يعني أنا أقول اختيار شريك الحياة في الأول وفي الأخير أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، يعني هي نصيب. يعني حتى لو أنا كتبت في الورقة وفي المسطرة أنا أبغى شخص بدل المواصفات 1 2 3 4 ممكن يجيني شخص غير هذه المواصفات، فحلو الشخص يكون اللي ربي رزقه إياه، يا يقتنع بشخصيته يا أنه يحاول أنه هو يعدلها قد ما يقدر، لأنه ما في إنسان صراحة أنا أشوف أنه هو يكون صح من جميع النواحي، خاصة في اختيار شريك الحياة اسمه شريك حياة، يعني هذا شخص انت وياه بتكونون مع بعض واحد. فهذا احس انه مره سؤال صعب انه ينسال اي شخص، يعني خاصه احس الحين العقول يعني مره تفتحت، عقولنا عقول البنات والشباب تفتحت، ما عندهم مثل اول والله انا ابغى واحد طويل، ابغى واحد اسمر، ابغى واحد متعلم، ابغى واحد عنده فلوس. ما عاد احس البنات كذا، لا هذا انا وانت عشان انا كبار في السن اليوم، بس انه البنات الصغار لا يبغوا واحد طويل وواحد غني. سوينا لقاء قبل كذا والبنات كانت ارائهم غريبه، يعني بعد الاولاد قالوا بيقول خلق ودين. انت لا تسألي لي كمان بنات مراهقات يا ريم لسه مو معاهم شخص زواج، لا اللي في عمرنا غير، اللي في عمرنا غير. لا انا بعد عمر بدايه السؤال عندي مره انا السؤال بعد مره يهمني للبنات اللي يكونون على وجه زواج، هذول انا اسالهم ذا السؤال. ما اجيب وحده مراهقه تتابع لي مسلسلات كوريه واقول لها تعال انت شو مواصفات شريك، وايش بقول لك اللي في العمر والنضج غير. يعني اكيد لما حتسالي واحده عمرها 20 مو زي ما تسالي واحده عمرها 30 او حتى، واكيد انه بنت ال 15 ما راح تتزوج. يعني فانا فاختصر الوضع واسال بنت ال 20، لانه بنت ال 20 بتعطيني اجابات نوعا ما منطقيه. يعني خاصه الثلاث سنوات الاخيره والاربع سنوات الاخيره البنات فعليا تغيروا. يعني انا قبل فتره قاعده مع جروب بنات صغار عمرهم 24 23 25 ونسولف، تعرفين سوالف البنات، فكانت كلهم اجاباتهم قاعده اقول ما شاء الله تبارك الله عليكم، انا في عمرهم ما كانت هذه اجاباتي فعليا. يعني انا كانت تفكيري اشياء ثانيه مره، كانت اشياء ثانيه. يعني زي ايش كانت؟ كانت اشياء اولويات بالنسبه لي، يعني انا ابغى واحد متفتح، ابغى واحد يسافر، ابغى واحد يروح ويجي، ابغى واحد معه فلوس. معلش انا كانت هذا التفكير، يعني ما يهمني ايش كيف علاقته في اهله، كيف علاقته في حياته، مره ما كانت تهمني ذي الاشياء. بينما الان لما انا صرت انسانه متزوجه يعني اقول الحمد لله انه ربي رزقني بواحد علاقته باهله قويه، علاقته بام الله يرحمها ويغفر لها كانت قويه، فهذه اشياء حلوه استكشفتها بعد ما انا، بس كانت اولوياتي اول غير اولويات بنات اليومين هذه. فهمتي؟ ذكرت نقطه مهمه انه يكون علاقته باهله قويه ويكون بار في امه، وهذه نقطة مرة مهمة. دائما لما تسألي على الشخص أسألي عن كيف علاقته مع أمه وأبوه، هل هو بار في أمه وأبوه، كيف بيسوي الأم وأبوه، كيف علاقته فيهم، الناس إيش سمعته عند الناس عن في هذا الموضوع تحديدا، لأنه من هنا حتعرفي أشياء مرة كثيرة. الشخص اللي بار في أمه وأبوه طبعا رح يكون تعامله معاك غير، وما تخافي منه. نرجع نقول ما تخافي منه، لأنه اللي بار في أمه وأبوه كل ما هو حاطط أمه وأبوه أولا مفروض هذا شيء ما يزعلك. إذا هو قال لك أمي أولا أو أبوي أولا بالعكس تحترميه زيادة، تقولي له على عيني وراسي إذا أنت الشخص المناسب لي، وتساعدينه بعد على بر أمه، لأنه اللي بر في أمه وأبوه يعني اللي إذا ما بر في أمه وأبوه ترى مو بار فيك يا بنت الناس. يعني إذا رفع صوته على أمه وش بيسوي فيك، وش ترجين إنه هو يسوي فيك. فأنا هذه النقطة مرة كانت مهمة يعني بالنسبة لي، إنه لازم يكون شخص، يعني إن شاء الله نقول البنات المستقبل إذا فكروا إنهم يتزوجون أو يأخذون يفكرون بأشياء أساسية في الحياة، ما يفكرون بالأشياء اللي طول وجسم و هذه مهمة كمان. لا والله يا ريم والله العظيم أنا بالنسبة لي ما أشوف إنها هي يعني شوف إحنا اختلاف، إحنا اختلاف أنا وأنتي، من لا وش آخرتها طيب مهمة. جسمه ووجهه لنفسه مهمة. زي ما هو يقول لك أنا أبغى واحدة جميلة، أنا كمان من حقي إنه واحد يفتح نفسي كمان، يعني برضو بقى طيب حلوة ليش يعني لا. شوفي يعني ما في الزم ما يكمل يا ريم، يعني ما تكون أساسية، بس إنه لو كان الباكج فيه كذا حيكون مرة حاجة لطيفة جدا. طيب أنا وش أضمني يجيني واحد باكج مليان فلوس وشكل وطول ورزة وهيبة و ويطلطل. في بنات يرضوا، يعني في بنات يقول لك طب طبيعي ما هو الرجال يعني
حتى اكيد يعني الدنيا اليوم منفتحه واكيد يشوف ويتفرج وعادي يعني. الله جميل يحب الجمال يعني زي ما هو بيطلطل انا حطلطل يعني. عشان كذا لازم تكون العيون مليانه يعني العيون مليانه يعني. ونقضي حياتي انا وياها طلطله يعني عشان كذا هو يكون مقبول شكله وتكون البنت مقبوله يعني شفنا اراء الشباب في ولد بشع ولا عاد في بنت بشعه والله العظيم كل العيال صارين مماليح وكل البنات صارين لا قوه الا بالله جميلات انا اشوف كذا والله العظيم يعني الا شوي يبغى له شويه اهتمام رتوش بوتوكس حقت كذا يعني ويضبط الوضع. دائما نقول الجمال يبرد يعني مهما كانت الوحده جميله الجمال يذبل ويذهب ويبرد يعني الناس كلهم حيقولوا عنك انت احلى وحده في الدنيا لكن خلاص جوزك ما حيقول لك ان انت احلى وحده في الدنيا ما حيشوف هذا الشيء. من داخل حلوه وفرفوشه وسيعه صدر وتعطين اشياء حلوه صدقيني جمالك حيكون جمال بارد بالضبط ما حيشوف اصلا هذا الجمال الخارجي راح يطغى عليه الروح يعني عشان كذا دائما نقول الروح هي الاساس الاخلاق القيم المبادئ والزواج في النهايه الواحد لما يتزوج ايش يحتاج الا الكثير من الصبر حتى تستمر هذه العلاقه اذا ما الانسان دائما يفقد صبره وما هو صبور على اي حاجه في الدنيا فما راح يستطيع انه يكمل في هذه المؤسسه لانه يبغى لها الكثير من الصبر وانك تتحمل الطرف الاخر وهو يتحمل موضوع التنازلات ده يعني انا لي في وجهه نظر يعني تنازلات عن ايش يعني تنازلات عن ايه ريم الحياه تنازلات يعني ما يصلح انا اشد وهو يشد في اي موضوع صغير كان ولا كبير في الاساسيات مثلا يلا ادفع شيء انا بتغدى في المطعم الفلاني ايوه بقول لك في الاشياء الكماليات دي عادي ايوه انت تختار انا او انت تختار الاكل ما في مشكله لكن تنازلات في الاساسيات في الحياه لا زي ايش اساسيات تنازلات مثلا دراستي عملي كذا هذه اشياء ما فيها تنازلات هذه اساسيات وحقوق بالضبط. يعني اساسيه ما فيها تنازلات اكيد صح لكن في ناس مثلا يشوفوهم مثلا يكونوا مثلا عايشين في بلد اخرى وكيف يقضوا العيد يعني دائما اسمع انه والله اول يوم عند اهل زوجي هذا لازم كل سنه انا اروح عند اهل زوجي لا ما ابغى اروح روح انت عند اهلك وانا اروح عند اهلي والجميع يكون مبسوط لا انا برضه يحق انا عكسك اي بالضبط يعني شفتي انت هنا تقدمي تنازل انا هنا ما اقدم تنازل لا انا هذه مو تنازلات هذا عرف عندنا احنا في اهلنا انه لازم العيد يكون عند اهل زوجك حتى اول عندنا هذا العرف موجود أي. بس اني انا ما اطبق انا دائما بعيده عن الاعراف ما احب اطبق الاعراف اللي تضغط علي واشوف انها ما هي مناسبه ليش تضغط عليك بالعكس النهار اطلع مع اهل زوجي وبالليل اذا اهلي يعني انا بحكم انه اهلي في منطقه ثانيه مو عندي بالليل اكون مع صديقاتي يعني انا وياه متوازنين بالضبط يعني هذا في الاخير قرارك ولكن انا مثلا بالنسبة لي يعني ما أحب أحد يتدخل أو يحكمني إنه ترى لازم كذا أنت روح كذا وأنا أروح كذا ليش لازم نروح مع بعض إذا أنت طبعا أكيد هو يجد السعادة مع أهله بس هذه علاقات مجتمعية أنت عندك أطفال لازم تربينه منهم هذولي عمانة هذولي أهله أنا علاقتي مع عمانك حلوة عشان بكرة أطفالك لما يكبروا حيجيبوا عيال حيعرفوا أن هذه العلاقة لازم تكون أساسية مع عيالهم عادي لأن نتفق تروح أنت سنة وأنا سنة لكن مش إلزامي أنه أنا كل سنة أنا اللي أتنازل لا ما أتنازل صح يمكن يعني أنا هذه النقطة معك أنه أنت مثلا إذا أنتم مرة شادين سنة عند أهلك وسنة عند أهلي أو عيد عند أهلك وعيد عند أهلي مظبوط ريما لو أنت دخلنا بمواضيع مرة كثيرة بالضبط يعني ما رح يخلص موضوع شريك الحياة أكيد طبعا موضوع شريك الحياة موضوع صعب ومعقد ونتمنى دائما التروي في اختيار شريك الحياة خلينا أخذك إلى هذا التقرير مع زميلتنا عزة الشملاني اللي راح تعرفنا على قصة الفنانة التشكيلية سمر الحريص واللي دشنت معرضها الشخصي الأول تحت عنوان هوية وقدمت فيه أكثر من 20 لوحة فنية تجسد لمحات لهويات مدن من بيئتنا وبعض البلدان الأخرى خلينا نتابع جزء من هذا المعرض في التقرير التالي المعرض هو عبارة عن هوية كيف تشكلت عندي كلمة هوية تشكلت على مدى تقريبا سنتين وشوي من العمل والتفكير على كيف أني أقدر أبرز بهويتي الفنية بطريقة تختلف عن شيء تقليدي أو شيء المعتاد طبعا أنا من عشاق الفن الواقعي وكانت رسوماتي كلها يغلب عليها الواقعية المفرطة فحسيت بنوع من الاكتفاء حابة أني أتجرأ في اللون أكثر أحاول أني أخذ الأريحية بينما أنا أتعامل مع لوحاتي ما أبغى قيود نفس القيود الواقعية اللي كنت أشتغل عليها
فبديت اني اعمل زي ما تقولين صداقه بيني وبين اللون، نجرؤ على بعض اكثر، العب برش الالوان بطريقه اني ابرز فيها هويتي الفنيه وتكون نوعا ما مختلفه عن اي شيء ثاني. فهذه هي قصه بدايه هويه، جسدت مجموعه من الهويات بطريقتي وهويتي الفنيه، جسدت شيء من تراثي وبيئتي، جسدت شيء من مدن دول الخليج العربي، وجسدت من دول اخرى مثل مصر والطوارق والهند واسبانيا. حاولت اني اخذ اشياء بارزه لفتت انتباهي امثل فيها هويه بلد بهويتي الفنيه. الفكر اللي انا شغال عليه، ابغى في يوم من الايام اقدر اعرض اعمالي بدون ما يكون عليها توقيعي، ابغى المتذوق من يشوف اللوحه يعرف انها انا. فهذه الرساله اللي انا حابه اوصلها. كثير مثلا فنانين متاثرين بفنانين اخرين او يميلون لمدارس فنيه، انا حبيت اني اجمع خلاصه العلم وشغفي في متابعه المدارس الفنيه كلها، بحيث اني اضفي لنفسي طابع خاص نتيجة الثقافة اللي أنا أخذتها على فترة السنوات اللي راحت. ما لفت نظري قدرتها على تجسيد أفكارها، وهذه يعني وأيضا تملك العمق الفني، مثلا في اللوحة الخاصة بمجلس التعاون الخليجي رسمت وجوه واحدة لست دول، المواطن هو نفسه ولكن الشكل اختلف، والألوان المحيطة بهؤلاء المواطنين الرجال الذين جسدتهم هي نفس الألوان. فأنت تعرف أنها ذهبت إلى عمق هدف مجلس التعاون الخليجي، أن يتوحد الجميع في ذات الأفكار والأهداف وما يودونه من نتائج لشعوب مجلس التعاون، ولكن في نفس الوقت هناك تشابه هو الذي قرب هذه الوجوه من بعضها. إبداع وجمال وإتقان أيضا. طبعا مكملين معكم فقراتنا، ومع فقرة جميلة ومميزة نشوفها بعد الفاصل. بعد الفاصل حكاية آلة القانون بفن وحرفية يرويها محمد باشماخ في سيدتي. زي ما شفتم مشاهدينا وسمعتوا كمان، فقرتنا اليوم غير سواء من ناحية الآلة الموسيقية الوترية العريقة ومن ناحية العازف المحترف فيها. ضيفنا اليوم راح يمتع مسامعنا بمقطوعاته الموسيقية على هذه الآلة الجميلة، آلة القانون. ومين ما يعشق القانون أكيد. نرحب بالأستاذ محمد باشماخ. أهلا وسهلا بك محمد. أهلا بك. يعني واضح هذه العلاقة الجميلة مع آلة القانون عفوا، ياريت لو تكلمنا عن البدايات، كيف بدأ هذا الشغف معك؟ بدايات تقريبا قبل 14 سنة. ما شاء الله. العود ما تيسر معي زي ما تيسرت معي آلة القانون. فبدأت أتعلمها وبدأت أتعلم على النوتة والحروف. بالسمع يعني لحالك؟ بالسمع عن طريق اليوتيوب وعن طريق المواقع معها. وكان سهل؟ متعب كثير. مجهود جدا طويل. ما شاء الله. يعني أنا صراحة أبي أسمع. حاضر. أبي أسمع. أنت مجهز لنا أشياء أكيد. إن شاء الله. سمعنا. حاضر. موسيقى
الراحل طلال مداح جميلة جدا صدق ولا أحلف لك يعني، فأديتها بشكل رائع، ويبدو أن الموضوع ما هو سهل يعني، فيه الكثير من التركيز والتغييرات هذه. اليوم محمد إحنا بنعيش في وقت فيه اهتمام كبير بالفنون، وأصبح لدينا معاهد لتعليم الموسيقى، كيف تشوف هذه الخطوة خصوصا أنه أنت عانيت في البداية أنه أنت كنت تبحث وعلمت نفسك بنفسك في هذا الموضوع؟ الخطوة هذه سهلت على الموجودين خطوات جدا كثيرة، فقراءة النوتة في المقامات في الدروس في الشرح في المدرسين اللي حيوصل لك المعلومة بالضبط، إنهم بيتعلموها بشكل أكاديمي أكثر كمان بشكل أسرع أيضا طبعا. من التعلم السماعي والتعلم في المنزل حياخذ خطوات وقت طويل جدا. طيب كلمنا عن مشاركاتك في المعارض والمحافل، وهل لك مشاركات خارجية؟ المشاركات اللي موجودة كانت أغلبها داخلية، فالجنادرية سوق عكاظ وفعاليات حق خلوها وقرية زمان هذا الموسم برضه. حلو حلو، الجنادرية وسوق عكاظ يعني شيء كبير يعني، وقرية زمان يعني أنا بدي أعرف ردود فعل الناس لما يشوفوك ويسمعوا، يعني هل أنت كنت فقط تجلس يعني بتطرب الناس بهذه الموسيقى، كيف ردود فعل الناس معك؟ واللي حولي أغلبهم مبسوطين يعني بيبحثوا عن الأماكن اللي بروعها سواء أني بعزف لحالي أو بعزف مع فرقة. بتعزف مع فرق أيضا؟ أي نعم. كيف يعني؟ بتكون مقطوعات موسيقية ولا أغاني يعني؟ أغاني أو مقطوعات موسيقية بشكل مستمر، أكثر من فرقة وأكثر من شخص بتعامل معهم دائما. ما شاء الله. هل لك مقطوعات من ألحانك؟ في بس لسه ما اكتملت. طب عادي بتسمعنا جزء منها؟ حاضر. كمل جميلة جدا، هذه من ألحانك صح؟ أي نعم. من معزوفة. طيب كيف الإلهام يجيك؟ يعني أنت اليوم لما تبغى تؤلف نوتة موسيقية بهذه الآلة الجميلة اللي فيها كذا كثير من صراحة أحاسيس جميلة، إيش إلهامك بيكون؟ مستوحى من فين؟ حسب الوضع اللي أنت عايشه سواء فرح حزن غضب زعل، هو اللي هيخلي الموسيقى اللي بتطلع. بالضبط. طب ليه ما كملت هذه لسه ما جاء لسه ما جاء الالهام ما جاء الالهام حقها باقي يعني انا وانا قاعده اسمعها قاعده اتذكر اغاني ذكرى القديمه، يعني الموسيقات النوتات القديمه اللي كنا نسمعها اول اللي نستمتع فيها الطربيه، يمكن انت ميولك اكثر شيء للطربيه صح؟ اي نعم للطربيه. طيب كيف تشوف مستقبل الموسيقى اليوم عندنا في المملكه العربيه السعوديه؟ المستقبل حيكون جدا جميل بالذات بالمعاهد وبالناس اللي موجودين فيها، حيكون مبهر وحيكون الموسيقيين جدا خطيرين. طيب انت اليوم موسيقي يعني انت 15 سنه واشتغلت على نفسك وعندك معزوفاتك الخاصه، هل ممكن تكون مدرس في هذه المعاهد الموسيقيه؟ ان شاء الله في الفتره القادمه اذا تيسرت الامور باذن الله تعالى. طيب سمعنا حاجه. حاضر. حاجه وطنيه. حاجه وطنيه. أي. طيب تقدر تسولف وتعزف؟ لا ما اقدر اركز يعني مو زي العود. لا صح؟ لا اوكي، هذا فرق عن العود يمكن.
أساسيات القانون؟ الأساسيات تقريباً أنه اليد اليمين تشتغل غير اليد اليسار. طب أنا لما أجي أتدرب كشخص سهل بيكون ولا صعب؟ في البداية حيكون سهل. حيكون سهل في البداية؟ في البداية لأنه أي نغمة ممكن تطلع، لكن لاحقاً حيكون فيه صعوبة لأنه اليد اليمين تشتغل غير اليد اليسار. هذه حتكون للعرب وللعفق، وهذه تكون للريشة وفي عرف الدهش. طبعاً المسميات اللي هنا موجودة إيش؟ سمينا قسمها لنا الآلة اللي قدامك. الأصابع، هذا المفتاح حق الدوزان، هذه يسموها عرب أو كومات عشان تحويل المقامات، وهذه الأوتار، وهنا الخزان، هنا بيطلع الصوت من الجلد اللي هنا، وهذه الأوتار. جميل جدا هذه الآلة والإحساس اللي الواحد يأخذها. يعني أتذكر زمان حتى كان في برامج الأطفال لما كنا صغار كانت آلة القانون حاضرة وبقوة، يعني دائما تسمعها كده في التلفزيون السعودي وفي البرامج موجودة كثير. اليوم مين جمهور القانون؟ هل موجودة في الأغاني؟ هل موجودة في المقطوعات مثلا، خلينا نقول في الفواصل في الإذاعة؟ هل بيستعينوا بيكم مثلا في الإذاعة عشان تسووا مثلا مقطوعات خصوصا لرمضان وهذه الأشياء؟ في موجودة للآن، موجودة في الأغاني بس بشكل أقل عن السابق، يعني ليش؟ مهتموا فيها قليلين. ليش؟ للأسف ما عندي جواب. الناس ذوقها تغير، ممكن يعني الذوق تغير أصبحت تحب الشعبي أكثر والشيء السريع أكثر، وابتعدت عن الأشياء التقليدية والجميلة اللي زي كده. يعني صراحة فن جميل وهواية جميلة. هل هي تعتبر هواية بالنسبة لك ولا أنت اليوم محترف في هذا المجال؟ كانت هواية لكن ماشي على طريق الاحتراف حاليا. يعني خلاص حتصير إن شاء الله مدرس، بتعلم ناس طبعا على الأقل أونلاين، بتدي نصائح وكذا. بعطي نصائح لكن كموضوع التدريس ما هني حاطه حاليا في الجدول. بس بتألف معزوفاتك الموسيقية الخاصة؟ قليلة جدا. إيش الآلة الثانية اللي تكون جميلة مع العود أو حلو أنها تكون مع، أو عفوا القانون تكون معها، ولا القانون لحاله هو يكون ملك وسلطان؟ قانون والرق. الرق، الله الله. وش الرق؟ أنا ما أعرف الرق. تدرين اللي هو الطار الصغير اللي فيه شنشنة هذا، صح؟ يعني ما شاء الله عليك يا ريم، والله توي أدري إنك ما شاء الله. لا يعني إحنا بحكم من الطفولة وكنا بنسوي برامج أطفال، فكانت هذه الآلات كلها حاضرة وموجودة، وكنا نشوفها ونمسكها ونلعب فيها ونتمنى إن نكون نعزف عليها، يعني فشيء مرة حلو. محمد خليني أسألك، يعني مين اللي وراء دعمك لهذا الشيء، أو أنت كذا طلعت فيك وحسيت انه انت تبغى تسويها؟ كيف حسيت البدايات انك انت تبغى تتجه مع القانون؟ البدايات انه آلة العود ما توفرت معايا بالشكل المناسب، يعني اني اتعلم على آلة العود. الآلة الوحيدة اللي قدرت يعني اني استخدمها وانها تكون في متناول اليد القانون. كيف عرفت انه القانون مو بالعود؟ الروح. لما عزفت عرفت اني حوصل لمرحلة حلوة ان شاء الله. واول مرة عزفت كان وين؟ ترجعيني 14 او 15 سنه ورا، ما بتذكر 14 15 سنه. يعني هذا شيء اول لك، يعني الانسان من كل شيء اول شيء يحس انه يتذكر ذكرى بالنسبه له. اللي الذكرى اللي كانت عندي انه واحد من اقاربنا هو اللي كان يملك الاله هذه، وهو اللي ما قصر معايا في البدايه، حلو، الاستاذ عادل، هو اللي دعمني في البدايه وعلمني وخلى الاله عندي. ممتاز. ومن هنا انطلقت انت وابدعت. يعني طيب ايش حتسمعنا شيء ثاني؟ تسمعكم سكه طويله عبادي. الله. Thank you.
العافية، يعني شيء جدا جميل. ماذا تسأل يا محمد، يعني هل ممكن تكون سافرت عشان تطور نفسك وتنمي هذه الموهبة؟ يعني مثلا في مصر يعني في عازفين لهذه الآلة كثير، وممكن هناك الواحد بيتعلمها بشكل عميق أكثر، فممكن تكون سافرت ودرست عن هذا الموضوع أو بحثت عنه على الأقل. بحثت عنه لكن السفر ما حصل نصيب. أنا إلى الآن ماني قادرة أقتنع أنه أنت ما شاء الله واصل لهذه المرحلة بمجهود شخصي، يعني أباك تقول لي إيوه في أحد درسني شوية أو أنه في أحد فهمني. طب اليوم أنك أنت تألف مقطوعة موسيقية، طب أنت تكون لازم تعرف الجانب الأكاديمي، النوتة كيف تتكتب أو كيف تنقري، فأنت كيف وصلت لهذه المرحلة؟ البداية أنا قبل ما أتعلم حتى آلة القانون تعلمت على النوتة وعلى الحروف وعلى المقامات قبل ما أملك الآلة وعلى وقبل ما أعزف. يعني أنت تعلمتها أول؟ أيوه، عشان عن طريق اليوتيوب عن طريق المواقع. ما شاء الله. بعدين لما بديت أعزف عرفت المقامات والمقامات بشكل أوسع وأكثر. إيش مقامات القانون؟ كثيرة، فوق 1400 مقام. ما شاء الله. بس أنت عارفها كلها؟ لا مو الكل. بس ملم بالكثير. ملم إن شاء الله. ما شاء الله. طيب أستاذ محمد، إيش حاب تسمعني آخر شيء نختم فيه فقرتنا؟ حاضر، أسوي تقسيمة. أيوة دينا التقسيم هذا. يلا. طيب مشاهدينا أكيد رح نرجع لكم ولكن بعد الفاصل. عزيزة الورد تروي لسيدتي قصة بداياتها في مجال تصميم المناسبات حتى وصلت إلى الاحترافية. إبداعات بنات الوطن غير محدودة، وبصراحة تميزنا في أي مجال يدخلنا فيه. فمن محافظة خميس مشيت نقل لنا زميلنا محمد الغانم قصة المصممة عزيزة الورد، وهي مصممة مناسبات امتلكت حس عالي في التنسيق والديكور، وكانت بدايتها في عالم التنسيق بسيطة جدا وفي محيط العائلة، والآن أصبحت تصمم مناسبات زفاف وحفلات متنوعة. خلينا نتعرف عليها. شغوفة جدا بالترتيب والتنسيق، بدأت بدراسة واطلاع على الديكورات في جميع الدول، الديكور الأوروبي، الديكور الأمريكي، الديكور العربي، طريقة تنسيق السفر، طريقة مزج الألوان، كيف طريقة مزج الألوان الحيادية مع النقشات. بدأنا بديزاينات معينة، بدأت بالديزاين الريفي واستمرنا لمدة 2.5 سنين، وكان جميل جدا بحيث ان تكون الجلسات كلها اوت دور،
في جلسات خارجية مع العشب، والحمد لله إلى الآن أمورنا تمام. من الشغف اللي أمتلكه في تنسيق الديكور، بدأت بإنشاء متجر على إنستغرام وسمينا هذا المتجر باشن، تعني باللغة العربية الشغف. عبارة بدأنا بتنسيق وترتيب جلسات أوتدور، بما إحنا في منطقة عسير الأجواء جميلة جداً. بدأنا بتنسيق جلسات ريفية، كانت بداية عن 10 كراسي، بعدين أضفنا لها صارت أصبحت 20 كرسي 30 كرسي. دخلنا في سلك المناسبات، التخرج، حفلات زفاف، أضفنا أيضاً لمسات وألوان ما هي موجودة في السوق الموجود الآن، والحمد لله إلى الآن بإذن الله إن شاء الله أن مشروعنا ماشي تمام إن شاء الله. بما أننا مشروع مبتدئ، دائماً أصحاب المشاريع المبتدئة هم المسوقين، هم المصورين، هم المنتجين، يديرون حسابات السوشيال ميديا، التعامل مع العملاء باختلاف شخصياتهم، لابد أن يكون في هناك درجة من المعاناة. ولكن بإذن الله إن شاء الله بإطلاق استراتيجية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قمم وشيم في منطقة عسير لتحويل عسير إلى وجهة سياحية، بإذن الله إن شاء الله سوف تتفتح أبواب كبرى لأصحاب المشاريع ودعم لكافة مجالات المنطقة بإذن الله. هذا إن شاء الله بإذن الله نجاح الباهر سوف تحققه إن شاء الله بإذن الله في السنوات القادمة. الله يا عزيزة، يعني إيش هذا الجمال والإبداع، بالفعل ما في شيء مستحيل طالما الشغف موجود والطموح موجود، إذن أكيد إحنا نقدر نحقق أهدافنا. فاصل قصير ورجعين. بعد الفاصل سيدتي يناقش مقال رحلات القنس داخل بيئة العمل. يقول مختصون الموارد البشرية والصحة النفسية أنه خلق بيئة عمل إيجابية ونظيفة تزيد من الإنتاجية. في هذه الفقرة رح نتناقش مقال بعنوان رحلات القنص داخل بيئة العمل، فيا ترى ما هي وجهة النظر التي يطرحها الكاتب؟ خلونا نسمع جزء من المقال ونرجع لكم. افتتح الكاتب بندر الطبعان مقاله في جريدة الرياض كاتباً: تخيل بدلاً من أن تملأ كوبك بالقهوة في كل صباح، تنشغل بتجهيز لباسك المدرع استعداداً لمواجهة المعارك الضارية في المكتب، فأنت لا تعلم عن مال يومك إن كنت في نهايته قانصاً أو مقنوصاً. وناقش الكاتب تحول بعض بيئات العمل إلى ساحات لتصيد الأخطاء، ليس بهدف إظهار هذه الأخطاء لتصحيحها أو معالجتها، وإنما احتفاءً بالزلات والهفوات. فالكل يقيد في الدفتر ضد غيره، المدير ضد موظفيه، والزملاء ضد بعضهم البعض. وتطرق الكاتب إلى مشكلة انعدام الثقة في بيئة العمل، وهي من مسببات ضياع الأهداف الكبرى، وتجعل بيئة العمل بيئة مسمومة تؤدي إلى ضياع الوقت والجهد في غير محله. واختتم مقاله كاتباً أن الموظف ينهي عمله تواقاً بأحد الشعورين: الأول الشعور بالفخر بما أنجزه في يومه أو نجاته من المقناص الإداري، الحديث أكثر عن هذا المقال التوعوي والمهم. يسعدنا أنه ينضم لنا في الاستوديو بندر الضبعان كاتب في جريدة الرياض. أهلا وسهلا فيك أستاذ بندر. أهلا وسهلا فيك، شكرا على الاستضافة. أستاذ بندر، يعني في البداية رحلات القنص داخل بيئة العمل، وش هذا التعبير المجازي؟ وش تقصد فيه؟ المقصود هو بيئات العمل اللي تركز على تصيد الأخطاء. ارتكاب الخطأ هو جزء من رحلة الموظف، جزء أنه يتعلم، جزء أنه يحاول أنه يكتسب مهارات جديدة عن طريق التعلم، عن طريق التجربة والخطأ. الكثير من المؤسسات تسمح بهذا المجال، خاصة إذا كان الخطأ يرتكب لا يرتكب يعني عمداً أو تهاوناً أو تقصيراً، ولكن اجتهاد من الشخص.
خاصة في بعض المؤسسات، يعني بعضها ما يدرب الموظف، ما يعطيه سياسات، ما يعطيه توجيه، ما يعطيه أورينتيشن ولا إجراءات، ويطلب منه يلا انطلق. فارتكاب أي خطأ لابد يكون في مساحة عند الإدارة أنه والله هالموظف هذا يعني ماشي في المساحة المعقولة لارتكاب الأخطاء، وبالتالي لا يتم التركيز عليه أنه والله أنت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية سويت الخطأ الفلاني، أرسلت إيميل خطأ، طب هو كيف حيتعلم؟ يعني إذا تكلم عن مثلا طالب خريج انضم حديثا ل يعني جهة عمل ولا هي مسبقا، أوكي، وتفترض منه أنه لازم يعرف 100%. طب ما هو في فترة تدريبية يا أستاذ؟ في فترة تدريبية، لكن ليس للأسف ليس كل مدير متفرغ للتدريب. المدراء اللي يصير في كثير من الأحيان أنه يجي موظف جديد عند المدير، المدير يشوف من أقدم واحد عنده في الإدارة، يلا عندك فلان رح مع فلان تدرب. هل هذا أسلوب صحيح؟ طب هذا فلان اللي هو قديم في الإدارة هل يمارس العمل بشكل صحيح ولا لا؟ تيجي أنت عاد واجتهاد كل واحد، هذا يقول لك مثلا سوي بالطريقة الفلانية، هذا سوي بالطريقة الفلانية، فأنت تأخذ هالمكس هذا وتحاول تجتهد وتسويه بطريقتك. وقوعك في خطأ تمام، إن كان في إدارة متسامحة وتتقبل الأخطاء خير وبركة، إن كنت في إدارة يعني يكثر فيها اللوم والمحاسبة وتوجيه الاتهامات، وخاصة بالاجتماعات لما يتصيدون على بعض إيميلات أحيانا أو أعمال أو مهام، فتكون بيئة جدا يعني مسمومة، بيئة ما تساعد على الإبداع ولا تساعد على الإنتاج، تكون هناك في معوقات، لأن كل واحد يدخل العمل أو جهة العمل وهو في موقع دفاعي، يقول الله يسر اليوم شو بيصير، هذا بيجيك إيميل من هنا، بيجيك اجتماع من هنا، بيجيك مثلا ذي أتاك شغلة معينة يهاجمونها. هو ما راح يرسلوا على الفاضي إلا إذا كان في خطأ بالفعل. أحيانا الأخطاء هي موجودة موجودة، إحنا لسنا بيئة عمل ملائكية، ولكن التركيز عليها بأكثر من اللازم، أوكي، ومحاولة أنه والله أنا فرحت عليك مسكت عليك هالخطأ هذا، تشعر بسعادة لما تلقى مثلا مدير أو زميل أوف يعني خلاص طيب مسكت أخطيت. وهذا جزء من تعلمي مثلا كموظف جديد أو حتى موظف عندي خبرة، هكذا تعلم، يعني ما في شيء والله برنامج تنزله في عقل كل موظف صح. أنه لازم يتعلم، هي جزء من رحلتك بالتعلم. يعني أنا أحس أنه إذا هم كانوا بهذه الطريقة قاعدين يركزون على شيء أهم من شيء، يعني أنا عندي مثلا كمدير بالنسبة لي لما أشوف نفسي أنه الإنتاجية أهم من أن أنا أتصيد أخطاء. يعني على كلامكم من حكاية المدراء، المدراء هم من يؤسسون لثقافة المؤسسة صحيح. احنا ما نلوم حقيقة الموظف ولا نلوم اللي في الإدارة الدنيا أو حتى في الأوسطى، الإدارة العليا إذا كانت تؤمن بقيم معينة وهي ثلاث قيم، الثقة، الاحترام، المصداقية، إذا كانت تؤمن فيها تمام، قدرت أنها تنزل أو تحاول أنها يعني تؤطر هذا التوجه أوكي للإدارات اللي تحت، فبالتالي حتى المدراء صار عندهم قدرة وحماية أنهم يحمون موظفينهم من أي ارتكاب للأخطاء. صحيح. أحيانا في بعض الحالات تلقى المدير نفسه خواف أو ضعيفة وما عنده الصلاحية أنه يحمي الموظفين، فيرفع يده عن الموظف، أنت سويت كذا أنا ما لي علاقة، بكرة لو تيجي مساءلة من الإدارة العليا أنا ما لي علاقة فيك، أنت تتحمل المسؤولية. هذا مدير ضعيف لا يستطيع أن يحمي موظفيه ولا يحمي إدارته، وكل واحد على طريقة نفسي كل واحد همه أنه فقط يحمي مصلحته ولا ما عنده أي يعني مراعاة للاعتبارات الأخرى. طيب أنت ذكرت في مقالك العديد من النقاط أبرزها التصيد للأخطاء سواء من المدير لموظفيه أو للموظفين الزملاء بين بعضهم البعض. صحيح. طيب أليس من حق المدير أنه من يشوف خطأ يتوقف ويحاسب ويتابع التفاصيل؟ هل هذا أصبح خطأ اليوم؟ هذا هو المفروض. نعم. المفروض أنه عندما نتلمس خطأ معين أنه نعالج هالخطأ ونفكر كيف نتلافاه مستقبلاً. قد يكون خطأ مثلا يؤثر على السلامة، قد يكون خطأ يؤثر على الكواليتي في إنتاج مثلا الخدمات أو في إنتاج البرودكتس المنتجات، أو يكون حتى يكون في مشكلة مثلا انعكست على خدمة العملاء. طيب ليش تعتبره تصيد؟ تصيد لأنه ما في معالجة، أنت مسكت عليه خطأ، طيب والنتيجة؟ أنت الهدف أنه هل هو التصيد والخطأ ولا أنك تضع يدك على الخطأ وبالتالي نجلس أوكي ونحاول نعالج هالخطأ هذا بحيث أنه ما يتلافى لا عندي ولا عند حتى عند غيري. للأسف أنه هذا الأمر ما يتم في كثير من الثقافات الإدارية، أنه حكاية اللوم وإلقاء المسؤولية على الآخرين كأنها يعني لعبة تنس
إلا تجد المدراء الفاهمين اللي عندهم الثقة وعندهم المسؤولية للتطوير، لأنه أنت كمدير ليس مسؤوليتك أنك بس تعطي أوامر أوكي وبالريموت كنترول تمشي الموظفين، عليك أيضا مسؤولية أنك أنت تطور وتدرب الموظفين وتوجههم، وإذا كانوا انحرفوا في مسار معين تحاول ترجعهم للطريق الصحيح. صح. طب قبل شوي قاعدين نتكلم عن البيئة المسمومة، مصطلح هام جدا لأنه بالفعل يقتل الواحد شغفه طموحه إبداعه، كيف أعرف ملامح البيئة المسمومة؟ نعم، ملامح البيئة المسمومة طبعا يأتي في بدايتها أنك أنت تتخذ موقف دفاعي دائما، ما في ثقة بينك وبين الزملاء أو بينك وبين المدراء، ما في احترام، في حالات قد تصل إلى تنمر أوكي، قد تصل إلى أنه والله مثلا محاولة لوضعك تحت ضغط نفسي. حلو جدا أن المدير أو الإدارة أنهم يحفزون الموظفين ويرفعون من مستواهم عن طريق المنافسة الشريفة، لكن يحطونهم تحت ضغط نفسي فقط لي والله أحفزكم، لا، أنت قاعد تضعهم تحت ضغط نفسي أوكي. تعطيهم أحيانا ديدلاين، مواعيد غير معقولة، تطلب منه يشتغل 12 ساعة في اليوم أحيانا خارج دوام أو عمل إضافي يمكن حتى فوق طاقته، وست أيام في الأسبوع، وبالتالي أنت تقول والله لازم تشتغل علشان تحفز نفسك وأنت في بيئة منافسة، لا، أنت ما أعطيته أبرز الاعتبار هو العقد النفسي. العقد النفسي أنك أنت بينك وبينه في احترام، بينك موظف وبينك جهة عمل في احترام لأبسط الحاجات الإنسانية، أثق فيك، أحترمك، مصداقية للكلام اللي أنا أعطيك إياه، الوعود، بنحسن، بنطور، بنصلح. كثير من الكلام هذا يتم من الإدارات لكن ما يتحقق شيء على أرض الواقع، فبالتالي هنا تيجي الإدارات تفقد مصداقيتها. أي وعود تطرح بعد كذا أو أي مثلا خطط أو مبادرات للتحسين أو التطوير ما عدا حد يثق فيها لأنها كلها يعني فقدت مصداقيتها. طيب. ذكرت طبعا الأشياء الأساسية التي تكون متواجدة، الاحترام والتقدير والجانب الإنساني، وهذا شيء ما نختلف عليه. ولكن في بداية المقال ذكرت أنه اليوم أصبح الواحد يلبس مدرعة حماية كأنه هو رايح العمل عشان يستعد للمعركة. أليست الحياة معترك عشان نحارب ونضارب فيه وننطحن فيه وننزل هذه الساحة؟ من يقول أنه مجال العمل بسيط ولطيف وفيه طبطبة؟ هو مجال هو معترك فيه الكثير من التنافس وإثبات الذات والثقة بالنفس، وإنك طبعا لازم تلبس هذه الدراعة ولازم تنزل وتواجه وتدخل هذا العراك وتثبت نفسك وتصارع. من يقول إنه هو طريق سهل أو يجب أن يكون طريق لطيف جدا؟ يعني ليس طريق سهل لكن يجب أن يكون لطيف. إحنا ما نطلب من المدراء أو الإدارات كمان يعني هي ما هي حرب، اكيد هي ما هي حرب، ولكن بالضبط. هي ليست ساحه لازم تكون بيئه عمل، احنا نبغى منافسه ولكن تكون منافسه شريفه، لازم منافسه وتكون منافسه نظيفه اوكي. ما نبغى يعني استاذ بندر لا نكذب على بعض. الان لما نقول منافسه شريفه ومنافسه نظيفه ما عاد هي فيه، ما عاد فيه، صارت المنافسه انه انا ادس شيء من تحت، انه انا احط اشياء من تحت. فانا يعني انا مثلا اشوف بيئه عمل زي كذا غير مناسبه وصدق، تعتبر بيئه مسمومه اذا كانت بطابع الحرب. احنا ما نعمم طبعا، بيئات العمل ليست كلها ان شاء الله متساويه، في بيئات عمل وفي وهذا اللي يعكس احترافيه البيئه. صح. يعني لما تجد مثلا موظفين تسالهم عن المكان، انا لي 15 سنه 20 سنه، هذا ما جلس عبث في مكان. صح. وحس بالراحه النفسيه تمام، لانه في نقطه مهمه جدا، اللي يتركون الشركه او يترك جهه العمل في كثير من الاحيان ليست بسبب عرض وظيفي افضل أو مزايا أخرى في الجهة الجديدة. نعم. هي يعني most likely الأغلب الظن أنها تعامل مدير. نعم. حتى لو كان مديرك يتعاملك معاملة ممتازة ولقيت عرض أفضل يمكن تفكر أكثر من مرة أنك تترك المكان. بل هل صحيح. هو صح أني أنا أترك وظيفة وعشاني نفسيا ماني مبسوط في بيئة العمل؟ هل هذا قرار منطقي أو عقلاني؟ نعم. ممكن تكون دوافعك ستة في ست. نعم. دوافع في. نعم. قد تكون الحوافز المزايا المالية، قد يكون هذا دافعك، قد يكون دافعك الألفة والعلاقات بين الزملاء، قد يكون دافعك التدريب والتطوير، قد يكون دافعك البحث عن مسؤوليات أكثر، قد يكون دافعك أنك أنت تبغين تحدي، فيعتمد وش الدافع حقك. أوكي، ليس كلنا عندنا دافع نفس الدافع، وقد يكون دافعك مرتبط أيضا بمرحلة يعني بمراحل من مراحل عمرك، اللي يكون مثلا في بداية حياته متخرج، هذه دائما يركز مثلا على
التدريب والتطوير، بعد فترة يبي يركز على مثلا المزايا المالية عشان يبغى يأسس يبغى يكون بيت. صحيح صحيح. بعد طبعا. فترة لما يأسس يكون يركز على المسؤوليات والصلاحيات. فلكل مرحلة عمرية وبالإضافة لكل شخص تمام، يعني في مكس كثير لها الحوافز، هذه ست حوافز أوكي هي التي تحرك الشخص سواء يبقى في جهة العمل أو يتركها. أستاذ بندر الضبعان كاتب في جريدة الرياض يعطيك العافية وشكرا لك وشكرا لتواجدك معنا. الله يعافيكم، شكرا لكم وشكرا على الاستضافة. ريم يعطيك العافية، وأحب فينا اختلاف وجهات النظر بيننا. بالعكس هذا أحلى شيء، لازم يكون في تعارض. أكيد. شكرا لك ريم. شكرا لكم. أكيد. مشاهدينا نذكركم في المشاركة في استفتاء برنامج سيدتي من خلال الهاشتاج الظاهر أمامكم على الشاشة. نشوفكم بكرة في نفس الوقت، فمعنا الله.